Yo, what's up my family? نجي نديرو بطريقة أخرى. Yo, what's up my family? What's up my family? Snipers my family. Snipers my family. Snipers my family. Snipers my family. بدون مقدمات مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من برنامج موسيقى الزنقه اللي نقدروا نقولوا تتمه ديال الحلقه اللي فاتت. غنهضروا فيها على بزاف د اللعيبات غفلناهم في الحلقه الثانيه وبزاف د اللعيبات طراو مؤخرا وخليكم معنا. اول حاجه غادي نهضروا عليها في الحلقه ديال اليوم هي تراك ديال كمي 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 ديال ايسيس دريزي وحليوه تمسح البارح في الليل، ولكن ماشي هما اللي مسحوا، تمسح حيت بلغ به واحد الصات اللي سميتو ابراهيم بام. وواحد الدري اللي هو عادي اشنو دار، بلغ بالانستري الاصلي، ماشي مول الانستري اللي بلغ بالتراك، مشى الانستري الاصلي ومشى الاغنيه ومشى قال ليوتيوب بلي هاد التراك هذا مخذ من هاد الانستري هذا، ويوتيوب اوتوماتيكمون غادي تمسحو، حيت بعض المرات ما كيكونش انسان عادي اللي كيمسح داك الفيديو، كيكون غير روبو هما اللي كيمسحو، كيقارنوا الصوت مع هاد الصوت الى لقاو بحال بحال كيمسحو نهائيا، واخا تكون كيف ما كنتي غيمسحو لك التراك. انايا ما غاديش نلوم الدري اللي بلغ بالتراك حيت دار واحد الحاجه اللي هي منطقيه خصها تكون، غير هو ما كانش خاصو يدير. احتراما للراب ولا كان بصح فان ديال الراب ما خصوش يدير، ولكن الفعل اللي دار عادي. علاش عادي؟ اي واحد ممكن يدير هذه القضيه هذه. شنو اللي يخليك ما تمسحش التراك لشي واحد هو ان الانسترومونطال يكون ديالك، تكون انت اللي مكومبوزي. هادشي اللي كنصح به كاع لي رابرز، اي واحد بغى يخدم كبير يكومبوزي الانسترومونطال باش ما يطيحش في نفس هذه المشكله هذا، حيت يعني رابور كبير بهذه الدرجه هذه ورابور اللي معروف حشومه يمشي لي تراك بهذه الطريقه هذه. وكنتمنى الغلط ما يتعاودش، ولكن البارح كانوا مدوزينها مع مهد وكانوا سهرانين فواحد القنت وما على بالهمش التراك اصلا واش تمسح، وقالوا بلي غادي يلوحوا واحد التراك جديد مع ماد و ذا ويند ويكون فيه اسيس جانج كامل. التراك قال لك غادي يكون واعر من كمي كمي كمي، وماشي مشكل حيت تمسح. خلينا ننزلوا الخبر اللي من وراها. من وراها واحد التراك عجبني بزاف ديال واحد الجروب سميتو مشوكه، اللي العنوان ديالو يا ليل يا عين. شنقول لكم، التراك كنحس حسيت به يونيك، حسيت به عمرو دار شي قنت مول المونتاج، الا ما كانش دار بشي سبعات الكساميات ما يمكنش يمونطي هاد التراك هذا، واعر بزاف. مونتاج بعدا انا كنعطيك شابو اللي مونطيتي التراك، حيت انا عرفتك التمار اللي ضربتي، وشابو ليك اخويا من هنايا ومن هاد المنبر هذا. ودو كوتي فلو كان تقصار واعر بزاف، عجبني الفلو، تحس براسك تمزك للراب ديال بصح. ليريكس كان زوين، وكان واحد الكلاس البيغ اولا كاع لهذوك الناس اللي قدام وكيتعنوا بالهيستوريك ديالهم، كلاشهم بهاد النوطه هذه. غادي يبدلوا راب مغربي من لاباس دوني، وجيني بشي مزيكا لا ما تجينيش بيستوني، لاش شرفتي عمي بلا ما تعيق عليا بلي ستوري. حاري يا حاري، انا كنت عارفك بصح غادي تفرقعها اون فوا سينيتي مع بيربل موني. علاش وليتي كتخدم كبير ولا صاد كيحط شي حوايج واعرين؟ والدليل هو التراك ديال نيكست ليفل اللي تلاح اليوم. نيكست ليفل انا ما كيجينيش غير تيتخ ديال التراك، كيجيني كونسيبت اللي تقصر به. نقول لكم علاش، من ناحيه التصوير، من ناحيه الالوان اللي تختاروا، من ناحيه الفلو اللي هو امريكاني ديال بصح، من ناحيه ليريكس، من ناحيه كلشي كنعجبني التراك. بيغ اب بزاف. حمش مريضه باش شيفا لا خبر داك التصنيفا اي برا زوين ولدار سافاج كيحكموني. بالنسبه للتقييم، قبل ما نعطي التقييم ديال لي تراك اللي دازو اولا لي تراك اللي قلت دابا، هذاك تقييم شخصي، يقدر ما يكونش عندنا نفس الافكار، ولكن انا كنقولها لك بناء على خبره طويله في الراب، وبناء على خبره ديال اكثر من 5 سنين وانا تنتمزك للراب، وانا كنكومبوزي، وانا كنكتب، وانا كنرابي. دونك ما تقولش هذا غير كيجي وكيعطي هذاك التقييم. كنحترم الراي ديالك. الا ما عجبكش التقييم ديالي، تقدر تكون فان كبير لهذاك الرابور، داكشي علاش غايجيك مثلا غلط في حقه اولا ظلمتو، ولكن انا فان للراب كامل. مسلم لاح تراك ديال دوميني، لاحو اليوم حتى هو مع نفس الوقيته اللي لاح فيها حاري، تقريبا مفوتين غير بشي نص ساعه. تراك كان واعر اصلا، مني بدا التراك انا كنت فاهم حاجه اخرى. قلت مسلم فهمتي،
غنغني على واحد الموضوع ولكن ضميني كانت البلاد كيقول لهم زعما فهمتي ضميني عندك راني غادي وكنبعد عليك ضميني عندك راه بزاف المشاكل واقعين ليا وانت ما مسوقاش ليا يعني الكليب كان واعر تقصار كان زوين واخص وخصوصا الحاجه اللي عجبتني بزاف هي الانسترومونطال والجيتار الكتريك اللي كان في الميلودي ديالو كانت شي حاجه زوينه بزاف تمزقوا التراك هذا غادي يعجبكم فهميني كيما كان فهمك انا حتى قبل ما تبوحي تراك ديال التيفلو بلا بيتشي انا نسيتو في الحلقة اللي كانت قبل غير نسيتو معرفش كيفاش نسيتو كان محطوط في لاليست نقزتو علاش الله اعلم لقيت بزاف ديال الكومنتات كيقول لي علاش ما درتيش عليه بطبيعة الحال غادي نهضر عليه غير ما عرفتش علاش نسيتو المهم خلينا نهضروا على التراك هذا هالتراك هذا هو كان تلاح اكستخي منه في هذا الفيديو اللي كان تيفلو جاوب به مو المايك وغنى هالتراك هذا ولكن غنى فيرسيون لايف من بعد تلاح هالتراك هذا نقدر نقوله على الفلو كان واعر الطريقة دي التقصار خصوصا الدخلة كيقول فيها شي حاجة ضروري مهم هذيك التقصار جا واعر عجبني بزاف الفلو باش قصر ليريكس نقدر نقوله شوية مزيان الكليب هو كليب عادي ولكن يعني كومن تراك كامل واعر بغيت نوريكم واحد الساط اللي سميتو سعد كريفي في الغالب غادي تكونوا كلكم تمزكتوا ليه والناس اللي ما شافوش عافاكم سيروا دخلوا هاد الساط هذا دار كومبيلاسيون بزاف ديال التراكات دار كومبيلاسيون بواحد الصوت واعر بواحد التقصار واعر الطريقه باش كيشونجي لا غام وكيفاش كيقصر كيبان الدري متمكن من شنو كيدير وتسمعوا لي غادي تلقاو لي هذا الفيديو ديالو تحت دخلوا سمعوا ليه الدري ما قال لي والو ما قالش لي ندوز الفيديو ديالو انا اللي تمسكت ليه وعجبني يقدر يكون هو اصلا ما فايتش شافني او لا عرفني دونك ما تقولوش حنا سيبورتيتو حيت هضر معايا هاد الدري هذا يستاهل تسمعوا ليه اللي عندي الفيديو ديالو غادي تلقاو لتحت عجبتني الكومبيلاسيون كيف ما قلت لكم عجبني كيفاش قصر وهذا اكستري من الفيديو ديالو شريكي 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 كاملين غالطين تيري 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 فيو كاملين كيجيني هذا داي كيجوني هادا داي كيجوني هادا داي كيجوني هادا داي سو هادشي اللي كان في الحلقة ديال اليوم كيف ما قلت لكم وكيف ما قريتو دير لايك غير باش تدعمني وكل لايك منك كتساوي تشجيع ليا باش نعطي اكثر واكثر يعني بوس بلو في ثانيه وحده كتقدر تشجع واحد انه يعطي اكثر لا غير ما كاين لا فلوس ما كاين لا تخربيق منك شي اللي كتسحابو ما كاين والو كنحلف لكم بالله باللي ما كاين والو دونك لايك ديالك غير كتشجعني كنحترمك بزاف الا درتي لايك وحتى الا ما درتيهاش من حقك ومرحبا بكم كاملين والناس اللي يلاه غادي يشوفوني ما دير سبسكرايب تكون مقتنع بالمحتوى ديالي دخل شوف لي فيديو ديالي الا اقتنعتي دير سبسكرايب ومرحبا بك عندي وما تنساوش دوزو عندي الانستغرام كندير بزاف ديال لي ستوري بزاف ديال اللعيبات ودوزو عندي الجروب ديال سنايبرز تيم حيت كيطراو بزاف ديال اللعيبات بحال لي طرول بحال بزاف تخربيقات ومنهم هاد لي طرول هادو اللي غادي تشوفو دابا السلام عليكم